يعطيكم ألف عافية، برافو، تفضلوا لعند زوجاتكم. مرحبا، وهلأ صار دوركم أنتم. أهلين فيكي. بدنا نفترض إنه الزوجة مرضيت أو طلع عندها شغل، من واجبكم أنتم وقتها إنه تطعموا البيبي، صح؟ المواد وطريقة التحضير موجودين على الطاولة، يلا معكم بس 3 دقايق. عفوا منك أنستي، بس حابب أسألك سؤال واحد، ليش بكل جاي لهون نحن مننحط تحت الاختبار كل الوقت؟ شو هاد يعني؟ دورة لتحضير الأبهات ولا دورة لحتى نتبهدل؟ مروان. نعم يا حبي. أنا واثقة فيك يا روحي. أحمد لا تنسى حبيبي مثل ما تدربنا بالبيت. والله طلعت أزعر. تدريب بالبيت وما تدريب لكان. إيه نحن ما منروح على البيت وننام كل الوقت، يعني منتدرب ومنتعب على حالنا شوي. إيه حلو كتير. ايه والله حلو كتير. ايه طبعا حلو كتير. بلش الوقت. شبك يا زلمة، هيك العالم بيفتحوا كيس الحليب؟ لك التهي بشغلك ولا تعصبني هلا. شو هاد؟ دويني بالله؟ خد دوقة طيبة؟ كيف لقيتها؟ طيبة والله. إيه لا، هالحكي مو معقول. والله طعمته طيبة كتير. بالله؟ أنا حبيته وعجبني. دوق دوق من عندي لشوف. طالع طيب، شو عجبك؟ بصراحة خفيف شوي كأنه ما؟ لا لا طيب. ايه اللي عملته انا خفيفة شوي، بس تبعك بتاخد العقل والله. طبعا. لحظة، انت شو عم تفكر ولا؟ اعطيني اياها. انستي انا خلصت شغلي. برافو. لك بسرعة بسرعة، خف ايدك شوي، عم يمشي الوقت. انستي زميلي هاد مانو جاهز ابدا لحتى يصير اب، على فكرة مانو قدران لهلا يحضر ببروني. رح اخذ بتاري منك بطريقه بشعه كتير، لا تفرح بحالك ابدا. ايه حاجتك. لا اشتغل اشتغل اشتغل، يلا اشتغل. خلونا نمشي، شو هالمسخرة؟ صار لي سنين بشتغل مدربة وبحياتي ما شفت أب مثلك أنت وياه. شو أنتوا ولاد، شو هاد اللي عملتوه؟ إيه سرق لي الببروني. لا هاي كانت ببرونتي. لا كانت إلي. شو هادو؟ مثل الأولاد. لا ببرونتي أنا. عن جد قهرتني مروان. ولاد